بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حياك الله يا أستاذ بان وأنت أقرأ الله. أقرأ قليل أقرأ بصوتك بأسمع. اقرأ الفاتحة. أعوذ بالله صوت فوق يا شيخ.